مساء الخير مشاهدينا مشاهدي برنامج أخبار البلاد. اليوم حتكون أيضا حلقتنا حلقة ميدانية. هذه الحلقة عبارة عن ندوة. هذه الندوة يقوم بها التعليم الحر، وذلك لبيان الصعوبات والمشاكل اللي تواجه سير عمل التعليم الحر في الفترات السابقة، حصرها وتحديدها ومحاولة إيجاد حلول لها للتغلب على كل العقبات اللي تحدث في العملية التعليمية في المجال الخاص أو في المدارس الخاصة تحديدا. نحن نعلم بأن الإدارة تم استحداثها مؤخرا، أو تم استحداث رأس الهرم في هذه الإدارة لكي يواكب التطوير في المجتمع الليبي، وخاصة ونحن نسعى لتكون العملية التعليمية أفضل من غيرها في السنوات القادمة، لأن المجتمع متغير كما يعلم الجميع. اليوم في هذه الجلسة الحوارية اللي حتكون فيها عدد كبير جدا من مدراء الإدارات، وأيضا مدراء الإدارات اللي تساهم بشكل كبير جدا في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذه العملية التعليمية، أيضا حيكون معنا عدد كبير جدا من مدراء المدارس اللي حينقلوا مشاكلهم وهمومهم لهذه الإدارات، ويتم الردود وإيجاد الحلول لكل ما تتعرض له كل المؤسسات التعليمية. بداية سنبدأ مع الدكتور بالعيد الهرفلي، وهو رئيس هذه الإدارة بالوزارة أو بالحكومة الليبية المؤقتة، لكي يطرح ما لديه من خطط ومن أفكار جديدة تواكب التطور في مجال التعليم الحر. بداية اليوم في هذه الجمعة معنا عدد كبير جدا من رؤساء الأقسام، أيضا معنا وحدة التعليم الأساسي ووحدة رياض الأطفال ووحدة الجاليات، لدي معنا أيضا الشؤون التعليمية والشؤون العامة والتدريب، وأيضا قسم التعليم الأجنبي، والكثير من من الأقسام اللي لها فاعلية جدا في القطاع الخاص. بداية الحاجة لهذه الندوة أو الجلسة الحوارية اليوم. الحقيقة نحن طبعا بمجرد استلامنا لإدارة التعليم الحر في شهر 2 من هذا العام، وجدنا هناك بعض المشاكل والتراكمات من بعض المشاكل اللي واقعة في بعض المناطق التعليمية في مدن ليبيا. الحقيقة هذا نتيجة للظروف اللي صايرة في البلاد، ونتيجة لظروف الحرب والمشاكل اللي صايرة ودمار بعض عدد كبير من المؤسسات التعليمية بالذات في مدينة بنغازي. فكان القطاع الخاص أو التعليم الحر في المؤسسات دور كبير في النهوض على الأقل بالطالب ومعالجة مشاكله وعدم ضياع سنة كاملة عليها على هذا الطالب. فاضطرت بعض المكاتب التعليم الحر في المناطق حتى بشكل بتجاوز أن تفتح مؤسسات باش تستوعب هؤلاء الطلاب. الآن احنا مرينا خلاص الحمد لله، الآن نعيش في حروب، والآن البلاد بدأت تدريجيا في النهوض. فنحن الآن استحدثنا هذه الندوة وقلنا باعتبار أن المواطن يتساءل الآن في ضجة كبيرة على التعليم الخاص والمدخلات نتاعه ومخرجاته، وفي مشاكل حتى في النتائج اللي طلعت. فنحن حبينا كإدارة عامة نحن وضعين خطط ووضعين برامج ووضعين أشياء واجدة للإدارة لتطويرها. بشكل مباشر قلنا نديروا ندوة حوارية تجمع الأقسام، بحيث أن الآن أقسامنا والوحدات كلهم الآن شغلنا اللي نحن فيما مضى العام 2017-18 هذا نعتبره نسيناه، بكل مشاكله وبكل سلبيته. نحن الآن ما يهمنا هو العام المقبل 18-19، وكل الأشياء حتكون نحن مسؤولين عليها كإدارة عامة وكمكاتب تعليم حر في المناطق التعليمية اللي تتبع للسلطة المؤقتة الحكومة المؤقتة في إطار التطوير. مش حنسمحوا بالخلل ولا حنسمحوا بالتجاوزات، لأن الآن خلاص ما عادش في حيكون في تجاوزات، ما عادش في أي عذر نحن نقدر نديروا به استثناءات كما صارت العام الماضي. وهذه ما هيش أخطاء تعتبر، ولكن تعتبر أن لحل أزمة، اندارت لحل أزمة. أعطيت أنا إذن في شقة، أعطيت إذن في بدروم، أعطيت إذن ليش؟ نتيجة لأن ما فيش مؤسسات تعليم عام تقدر تستقبل الطلاب، وباش ما تضيعش سنة عن الطالب. فنحن الإدارة السابقة بالمكاتب أعطوا أذنات، ولكن ما كانتش أذنات مستمرة باعتبار أن إذن المزاولة يمنح لسنة واحدة. بمجرد ما انتهت الحرب وانتهت الآن انتهت العملية. فخط نحن الندوة الهدف منها هو تبيان للمواطن بشكل مباشر ما هي خططنا وبرامجنا والأشياء اللي نحن خلال العام القادم
كإدارة عامة حنكون تابعوا فيها من خلال المناطق التعليمية من خلال مدراء مكاتب التعليم الحر اللي هم أصحاب الاختصاص وعندهم كل الاختصاص في كل منطقة تعليمية. نحن عبارة عن إدارة مساندة لهم في إصدار القرارات، في إصدار اللوائح، في حل مشاكلهم، في أي شيء يعرقلهم يواجهوه من أي جهة إن كانت، نحن مسؤولين على حل هذه المشاكل من خلال إصدار القرارات عن طريق الوزارة. نحن طبعا في بداية لنا هنا حنحكي بشكل عام عن خططنا اللي درناها الاستراتيجية من كإدارة عامة، وبعدين حنمنح الفرصة للأقسام والوحدات بحيث أن كل واحد هم طبعا هذين الأشياء اندارت منهم هم كرؤساء أقسام ووحدات، هذين أفكارهم وخططهم وبرامجهم من خلال لجانهم اتصالاتهم بالمفتشين التربويين ومكاتب التعليم الحر والناس المختصين، فطلعوا ببوثقة من التطوير في قطاع التعليم الخاص، هم حيتحدثوا عنا بشكل مباشر. نحن الإدارة متاعنا كان هدفنا الأساسي لما استلمنا الإدارة في شهر 2 من هذا العام، نحن جينا في نص عام دراسي يعني، ووجدنا في أخطاء وفي مشاكل، بدينا نحن نحاصروا فيها هذه المشاكل، ما عادش نبوها تتجاوز، فحصرناها من خلال تعميماتنا ومن خلال قراراتنا ومن خلال الإجراءات اللي درناها الإدارية، وأيضا من خلال نزولنا مباشرة للمناطق التعليمية والاجتماع مع مدراء مكاتب التعليم الحر ومسؤولي التعليم، وأيضا في حتى مدن حضر معنا عمداء البلديات وطرحنا أفكارنا وشغلنا ونبهنا على أن هذا العام بكل سلبياته مستمرة، لكن مع بداية العام القادم الآن أمامكم فرصة 6 شهور أنكم تصلحوا من أوضاعكم وتصلحوا من مؤسساتكم وتصلحوا من الجانب التربوي والتعليمي، باعتبار أن المدخلات لابد تكون فيها تطوير، ونحن مدخلاتنا في العملية التعليمية معروفة، المبنى نموذجي، مؤسسة تعليمية قائمة، فيلا محورة على أساس مؤسسة تعليمية، عندنا المنهج، عندنا الإدارة لابد تكون تربوية، عندنا المعلم الكفؤ القادر على إيصال المعلومة للطالب، عندنا الأخصائي الاجتماعي هو أساس في العملية التعليمية، والأخصائي الاجتماعي يعتبر أهم حتى من إدارة المؤسسة وأهم من أي شيء، لأن باعتبار أنه هو الأقرب للطالب، والطالب يعني إحنا أنت عارف البلاد وظروفها وكلها تعاني من مشاكل، وفي اللي عنده مشاكل أسرية في اللي عنده، لكن الأخصائي هو أقرب شخصية للطالب وأهم عندنا في ففي أخصائي حيكون في أخصائي اجتماعي، وأيضا حيكون في مستشار قانوني لكل مؤسسة تعليمية لابد تندار، باعتبار ان الان المشاكل اللي نواجه فيها، كل مره جايني ولي امر ما باش يعطوني الملف نتاعي، يا ما باش يعطوني الملف نتاعي، انا بالنسبه لنا نحن كاداره ومكاتب تعليم حر الطالب ما يقعدش ضحيه، المسؤول ولي الامر ومدير المؤسسه، عندك مستشار قانوني دير الضوابط اللي تضمن لك حقك، خذ منا اجراءات، دير عقد، خذ منا شيكات، اي شيء يضمن حقك عن طريق القانون هذه انت مسؤول عليها كمدير مؤسسه، لكن الطالب ما يبداش ضحيه ما بين ولي الامر وما بين مدير المؤسسه التعليميه، ونحن هذا الكلام اصدرنا فيه قرارات واصدرنا فيه اجراءات وحيكون فيه متابعه وتنفيذ في الجانب هذا، فنحن همنا هو تطوير التعليم الخاص. بحيث ان السنه القادمه لابد تكون مخرجات التعليم الخاص افضل من التعليم العام، لابد يطلعوا طلاب اوائل من التعليم الخاص، لابد تكون في نهضه للتعليم الخاص، لكن ايضا مع بدايه هذا العام في تقارير حيوصلا الاذنات المزاوله حتمنح بشكل مباشر بدايه العام الدراسي، حيتم الاعلان عن المؤسسات النموذجيه في جميع وسائل الاعلام ان ولي الامر يدخل في هذه المؤسسه، يتجه لهذه المؤسسه، ومن حق ولي الامر إن لو يبي يطلع على المؤسسة وبيطلع على إمكانياتها من حقه، جميع المؤسسات مفتوحة أمامه لأن هذا مؤسسة، نحن لابد يكون في توازن ما بين المستثمر وما بين ولي الأمر وما بين الطالب، لابد يكون في اتفاق ما بينهم في توازن حتى في الشغل، فهذه الأشياء نحن هذين وضع خططنا وبرامجنا اللي حندرون خلال العام القادم. الانتقادات نحن نتقبل أي انتقاد، نتقبل أي خطط، نتقبل أي برامج، إن شاء الله حتى من مواطن عادي ممكن يجيب لنا أفكار، نحن جاهزين كإدارة عامة من خلال المدينة اللي هو متواجد فيها نضعوها بشكل عام بشكل مباشر لتطويرها، وكل شيء يطور التعليم الخاص نحن جنبا إلى جنب معه، وسلطة القرار طبعا نحن عندنا إدارات كل شغلنا هذا اللي ندروا فيه في تنسيق ما بين الإدارات العامة، إدارة الامتحانات اجتمعنا بهم واجتمعوا معنا ودرنا ترتيب، إدارة التفتيش التربوي نفس الإجراء اجتمعنا معهم واتخذنا خطوات كويسة، إدارة النشاط المدرسي الآن عندنا خطط وبرامج حيشرحوا لكم برضو نحن متفقين معهم، مركز المناهج متفقين معهم، صدر سيادة الوزير قرار رقم 127 بتشكيل لجنة عليا دائمة للتعليم الحر والتعليم الخاص اللي هو الخاص التعليم العالي، تتكون من وكيل الوزارة هذا رئيسها، إدارتي أنا وإدارة التعليم الخاص ودكتور ماسك مركز الجودة والأستاذ ماسك مركز المناهج، يعني هذه مهمتها هي
حلت كل المشاكل اللي تقع في المناطق التعليمية في مؤسسات التعليم الخاص، وإصدار القرارات واللوائح والأشياء اللي تعالج هذه المشاكل أو الخطط والبرامج المستقبلية، وأنا باعتباري عضو فيها وباعتبار أن هذه أصلاً أسست علشان نحن كإدارة تعليم حر، باعتبار أن نحن هذين كلهن بنديروهن لصالح المواطن ولصالح الطالب. فشغلنا نحن الآن مستمر، والندوات هذه الندوة حتستمر من مدينة بنغازي، حتنطلق لكل مدن ليبيا، حتمشي تبدأ من طبرق وننزلوا درنا والبيضاء وجدابية ونمشوا للزندان وكل المناطق، حنبدو فيها جلسات حوارية لحلحلة كل المشاكل، باعتبار أن العام 2018-19 لابد يكون تعليم نموذجي، تعليم الخاص تعليم نموذجي، مش حتكون في استثناءات للمؤسسات اللي هي يعني لا تصلح للعملية التعليمية مهما كانت يعني، حتى ولو أن الأشخاص اللي يقودوا فيها ناس يعني قياديين وتربويين وممكن يعرفون، لكن لما مؤسسة ما تكونش نموذجية ولا يمكن نسمح لنا إحنا كإدارة عامة، ولا يمكن حنسمح أيضا لمنح إذن مزاولة، لأن إذن مزاولة حيتم منحها مع بداية العام الدراسي الآن في الطبع ويعتبر شبه إجازات، حنبدأ في شغلنا خلال المرحلة القادمة. بما أن الدكتور بالعيد جمعة تحدث عن الخطة العامة والمقترح العام لتطوير التعليم الخاص أو التعليم الحر، يعني حسب ما تم إعداده لأغلب المدارس الخاصة في المنطقة الشرقية تحديدا اللي تقع تحت طائرة أو تحت إمرة الحكومة الليبية المؤقتة، الآن سننتقل إلى أيضا الأستاذ فتحي محمد مصطفى لنتحدث معه، وهو رئيس قسم الشؤون العلمية عن الخطط والبرامج الموضوعة من الوزارة أساسا للتعليم الحر أو التعليم الخاص. مرحبا بك. في البداية نرحب بك وبنرحب كافة السادة الموجودين معنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة. نحن نؤكد على أن إدارة التعليم الحر منذ أن تم استلامها عملنا بروح الفريق، ونعلم جيدا أن التعليم الحر مر بمراحل كثيرة في السابق، ولا شك أن هناك نوع من التخبط في هذه المراحل ولم يصل بعد إلى النضج الذي نرجو أن يصل إليه، ولم يقم بالدور المأمول له كما يجب، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بصفة عامة، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية. المرحلة السابقة كانت تجربة هي نبراس لنا لنقدم خطط بديلة للأعوام القادمة، من بينها إعادة النظر في اللائحة المنظمة للتعليم الحر اللي هي اللائحة 211 التي صدرت في سنة 2011. هذه اللائحة يعني تتكلم في جلها عن استراتيجية تتضمن إحالة المدارس العامة إلى مدارس خاصة، تمليك هذه المدارس، ولا تولي الجانب الأهلي في ذلك الوقت أهمية خاصة. هذه اللائحة الآن هي قيد الدراسة، تم تشكيل لجنة من الوزارة من خلال هذه الإدارة لدراسة هذه اللائحة وإعادة النظر فيها ووضع تصورات جديدة لها، ابتداء من التسمية. نحن نقول تعليم حر بدون أن نعرف أي مدلول لهذه الحرية. هل هو حر بمعنى أن الطالب يدرس المعارف والعلوم التي يريدها؟ هذا لا يتأتى، لأنه يدرس في مناهج مقررة. هل هو حر لكونه غير خاضع للقوانين واللوائح؟ هو خاضع للقوانين واللوائح. إذن التسمية حتى لو ترجمتها باللغات الأخرى لا تفيد المعنى المدلول اللي هي وضعت من أجله، فنحن نسمي الأشياء بمسمياتها ونقول التعليم الخاص اللي هو ممول من الأفراد والجماعات. أيضا تحدث الزملاء حتى قبل هذه الندوة عن مشكلة القوانين المنظمة للعمل في مجال التعليم الخاص. للأسف أن هي قوانين تجارية، هي تنظر إلى هذه المسألة نظرة تجارية صرفة، ليست بالمعنى الذي يفهم لدينا كرسالة تربوية تعليمية نريد أن نقدمها. يجب ألا تصنف كخدمة تجارية، هذه المسألة لا تخضع للقوانين المنظمة للسلع والبيع والشراء، يعني المسألة هذه مهمة جدا. المقترحات الآن أن يتحول التعليم الخاص المقدم الآن إلى وزارة، أن يتخلص من الإدارة النمطية، الآن هو عبارة عن إدارة من ضمن إدارات الوزارة،
مثل الأساسي والثانوي والامتحانات. نحن الآن بصدد تقديم مشروع أن يتحول القطاع الحر أو الخاص إلى هيئة مستقلة تتبع للوزارة، تنظمها قوانين ولوائح، تكون هذه الهيئة قادرة على تقديم الخدمة لهذه المدارس عامة من خلال هذه الخدمة، من خلال إمكانية استيراد الأثاث، المقاعد، الصبورات، الوسائل التعليمية، استيرادها بأسعار المقررة للدولة وصرفها لهذه المدارس، استثمار الأراضي، المساعدة مع الجهات المختصة الإسكان والمرافق في تخصيص قطع أراضي لهذه المدارس الخاصة حتى يكون بإمكانها إنشائها، منح القروض اللازمة، تقديم كافة التسهيلات. يعني نحن نمثل جانب الدولة، نحاول بإذن الله أن نقدم كل الخدمات التي تمثلها الدولة. يتأتى بعد ذلك الدور على هذه المدارس. هذه المدارس تحتاج إلى لوائح تنظم عملها، إلى معايير لتقييمها. يجب أن لا تكون يعني المدارس، يعني مثلا أنا أنشأت مدرسة كلفتني 2 مليون 3 مليون، لا أقارن بمدرسة أخرى قد لا تتعدى تكلفتها 100 ألف أو 200 ألف. توضع معايير تقييم لهذه المدارس وفق الإمكانيات المتاحة لها، توفيرها للمعامل، للمبنى المدرسي، للشروط الصحية، للإدارة القوية، للمؤهلات التربوية العاملة بها. على ضوء هذه المعايير تقيم المدارس، وعلى ضوء ذلك تحدد الرسوم الدراسية التي تجنى مقابل تقديم الخدمة، وتحدد أيضا حتى الأجور التي تقدم للمعلمين العاملين في هذه المدارس. يكون هناك تنظيم للعقود العمل بين المدارس وبين المعلم، يكون هناك عقد منظم للعلاقة بين ولي الأمر وبين المدرسة. يعني أفكار بإذن الله كثيرة وتخدم هذا القطاع، ونحاول بقدر الإمكان الارتقاء به إلى درجة نتأكد فيها فعلا أن التعليم الخاص يعني يفترض أن يكون التعليم الخاص أقوى من التعليم العام. نرى قوانين جديدة منظمة لعمل التعليم الخاص بإذن الله تعالى، بالذات لوائح، لوائح تنظيمية، لأن نحن الآن بصدد دراسة اللائحة الموجودة، يعني عملنا بنسبة 90% على تغييرها، ووضع تصور جديد. درسنا اللوائح المنظمة للعمل في الأردن وفي تونس وفي لبنان. يعني التعليم الخاص ليس مقتصرا علينا نحن فقط، هناك دول محيطة بنا تعمل ولها تجارب ناجحة. نحاول أن نسترشد بهذه التجارب ونطبقها في مجتمعنا. كان معنا الأستاذ فتحي وتحدث عن كثير من الأمور اللي يتمنوا أن تحدث تغيير في التعليم الخاص أو التعليم الحر بإذن الله. أنتقل أيضا لحوار آخر لأحد الأقسام الهامة، وهو قسم الشؤون العامة، مع الأستاذ عادل المجبري ليحدثنا عن تصور هذا القسم في تحديث خطط وبرامج جديدة للتعليم الخاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدث زملائي عن الخطط والبرامج التي وضعت في الفترة السابقة، ومنها وأهم اللائحة تطرق إليها الأستاذ فتحي شويتي. من ضمن الصعوبات اللي واجهت في الفترة اللي فاتت عدم ارتباط الوحدات ببعضها، سواء على مناطق بالإدارة، في سوء إدارة واضح كاين في إيصال المعلومات، ولا في إيصال تقارير متابعة، أو في إيصال خطط الإدارة في الفترة السابقة لهذه المكاتب. فركزنا على وضع هيكل تنظيمي ينظم عمل الإدارة وينظم الوحدات وينظم الاختصاصات. بداية بدأنا نعمل كفريق عمل في إطار جماعي، ومن ثم تمخض عنها من ضمن الخطط ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي. وفعلا من ضمن اللوائح والقوانين اللي ظهرت لحيز الوجود وأصبح فيه هيكل تنظيمي نظم اختصاصات الإدارة وانشئ بموجبة أقسام ووحدات، حاولنا أن تشمل جميع الجوانب سواء الفنية أو الإدارية، متابعة قانونية بجميع النواحي هذه، باستثناء وحدة التفتيش التربوي، لأن التفتيش أو التوجيه التربوي له
خصوصية خاصة وإدارة قائمة في الوزارة، ونحاول كيف نسعى أن يكون في وحدات من ضمن التفتيش التربوي من ضمن الإدارة، ويكون في تنسيق مباشر وجاري العمل وصدرت مكاتبات بهذا الشأن. من المشاكل اللي تعرضنا أغلب مدارس التعليم الخاص عدم وجود التقييم الفني. نعم نعم، فوجدنا احنا قسم شؤون العامة قسم لعدة وحدات، منها وحدة شؤون العاملين اللي تعنى بالعاملين في المؤسسات التعليم الحر، كيف ننظم إجراءات التعاقد معاهم، كيف يعني احنا سبقت هذه الجلسة جلسات حوارية في إطار الاجتماعات، استمعنا إلى المشاكل اللي واجهت مدراء المدارس، استمعنا إلى المشاكل اللي واجهت مدراء المكاتب، من ضمنها ترك المعلم أثناء نصف العام للجدول الدراسي. بحثنا عن أسباب هذه المشكلة، لقينا المشكلة في أجور المعلمين وأن أنا يأخذ 200 يلقى، فنظمناها في إطار قانوني وأخضعناها إن شاء الله لقانون علاقات العمل رقم 12. فأنشئت وحدة تختص بمتابعة التقارير الفنية للمعلمين، ضرورة توريدها، فتح ملفات للعاملين في القطاع الخاص، وبصدد إن شاء الله استكمال باقي الإجراءات فيها. أيضا أنشئت وحدة للمتابعة. هل سيكون هناك فصل بين المعلم التعليم العام والخاص أم يجوز التعاقد المعلم؟ لا، في نوع من التعاقد اللي هو نقوله التعاقد في إطار التعاون، عقد متعاون، يعني أنا ما نسكرش عليك الطريق لك إنك تشتغل في القطاع العام، يوافق لك مسؤول القطاع العام في حالة إن عندك وقت تعمل فيه في وظيفة أخرى، ويدخل في إطار عقود المتعاونين، في عقود عمل يخضع لأجور العاملين في قطاع الخاص، ضروري يكون أجر المعلم في القطاع الخاص يناظر زميله في القطاع العام، وبالتالي حنخفف الحامل على كيان الدولة في التعيينات وخلافها. ففيه قوانين نظمت هذا الجانب. أنشأنا وحدة المتابعة تختص بالمتابعة الميدانية، متابعة تنفيذ الإجراءات، متابعة تنفيذ التعميمات، ما يقعدش بمجرد أنه حبر على ورق وما فيش متابعة له، وفعلا بدأت نتائج هذه المتابعة تظهر على أرض الواقع. أنشأنا وحدة المحفوظات تختص بمتابعة البريد الصادر والوارد وتنظيمه وإيصال المعلومة، وانشئت مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا أنشأنا وحدة الإعلام لأن هنا دور الإعلام مهم. كانت الجلسات السابقة تقتصر على الإدارة، مدراء مكاتب التعليم الحر، الإدارة ومدراء المدارس. حاليا أشركنا قطاع الإعلام لأن له تأثير كبير على الرأي العام، فمشاركة الجهات الأخرى في العديد من الجهات تعنى بالعملية التعليمية، يعني ما هوش مقتصر على تعليم في داتا، قطاع الصحة له دور معنا، قطاع الإعلام له دور معنا في إيصال صورة، في إيصال مطلوب من ولي الأمر. مشاركة ولي الأمر مهمة في المرحلة الحالية، يعني ولي الأمر لما يجي المدرسة يبي يسجل فيها طالب، مشاركة عليه الدور الأساسي بداية، يعني إذا كان ما لقاش فيها ثمار مميزات أو اللي تعطي العملية التعليمية حقها، فترك لهذه المؤسسة يريح الإدارة في العديد من الجوانب. ما زلنا متواصلين في جلستنا الحوارية اليوم للتعليم الحر أو التعليم الخاص لطرح البرامج التطويرية في هذه المرحلة للعام المقبل بإذن الله. معي أيضا رئيس قسم التدريب والتعليم التقني، نحن نعرف بأن التدريب له دور كبير جدا في رفع كفاءة كل العاملين في كل المؤسسات مش بس في التعليم، لذلك سنسلط الضوء على هذا القسم. أيضا التعليم التقني رأينا في الفترة الماضية سرعة كبيرة جدا في إنشاء الكثير من المعاهد التقنية، هذه المعاهد التي كانت تعتمد على رسوم غالية جدا مبالغ فيها، ووجود هذه المعاهد في حقائب أغلبها ربما، والكثير من الشهادات اللي شفنا أبنائنا الطلاب بعد الثانوية أو بعض مراحل الإعدادية ينتقلون لهذه المعاهد، فهو يعتبر تعليم تقني، سنسلط الضوء عليها أيضا مع الأستاذ أحمد فتحي بن دردف ليحدثنا عن هذه النقطة تحديدا، نقطة التدريب وأيضا التعليم التقني. مرحبا بك سيد أحمد. أول وضعية درناها أن تم التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني، وبخص بالذكر السيد مدير مكتب التقويم والقياس التقني والفني السيد فتحي بربيدة، وتم الاتفاق أن يتم اعتماد نتائج
الطلبة في هذه المعاهد إلا عن طريق إدارة التعليم الحر واعتماد قسم التدريب والتعليم التقني بالإدارة. كما تم وضع برنامج خطة عمل لإنشاء تخصصات جديدة تتماشى مع سوق العمل وتلبي الاحتياجات المتحدثة في كافة المجالات العلمية والفنية والتقنية. يعني من جديد ما عاش فيه علوم حاسوب وإدارة فقط، لا، احنا هنتماشى مع السوق وحنفتح التخصصات وفق اللوائح والنظم المشرع والموضوع من قبل وزارة التعليم تكون في جميع المجالات، ولن يقوم فتح مجالات إلا بتقديم مناهج دراسية. المناهج هذه حيتم إحالتها للسيد مدير مكتب مدير مركز لمركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية لاعتمادها، باش يتم اعتماد شنو النتائج. كما تم إعادة تنظيم أسس منح أذن المزاولة مع وضع معايير علمية وفنية لمجالي التدريب والتعليم التقني. أصبح هناك أذنين مزاولة، إذن خاص بالتدريب وإذن خاص بالتعليم التقني أو الفني، إضافة لوضع آلية جديدة عند اعتماد النتائج كما قلت لك عليها. كما تم التنسيق مع المركز العام للمناهج والتربوية والبحوث العلمية في دراسة واعتماد المناهج المستحدثة لفروع التعليم التقني المختلفة، وبالفعل سيتم فتح فروع جديدة. آخر فكرة قدمها لي أحد الأشخاص أنا أعرفه شخصياً وأتكلمني بالهاتف أن حيتم فتح معهد لتصليح الموبايلات هاتف النقال، وطلبت مني أن يجيب العديد من المعهد. كما تم ممارسة مهام التعليم التقني والفني وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة في الأيام الجاية. نعم، حيكون في تقنية للكوادر اللي تعمل في هذه المعاهد. نعم، لأن المشاهد للأسف يعني العديد من الكوادر غير كفء. بالفعل الآن يعني منذ حوالي 5 أيام تم وضع خطة متكاملة، مش حتصبح عملية كذا بس، هو أصبح هناك توطين حقيقي لأركان التدريب. تم توطين أركان التدريب المناهج والاحتياجات وأسلوب التدريب والمبنى وهيئة التدريس مع تحديد ووضع نموذج إرشادي للإصلاح الأساسي في المعايير. هيكون عملنا كلنا أساسه هو المعايير. نزلنا متواصلين في ندوتنا الحوارية في هذا اليوم، وسنقف عند قسم مهم جدا. هذا القسم هو قسم الجاليات التعليم الأجنبي ومدارس الجاليات والمدارس أيضا الليبية اللي بالخارج. يعني في فترة ماضية لاحظنا وجود عدد كبير جدا من المدارس الخاصة الأجنبية أو الخاصة بالجاليات العربية والأجنبية في بنغازي أو في المنطقة الشرقية تحديدا. هذه المدارس اختلفت كوادرها يعني، وأيضا اختلفت بعض المميزات فيها، لكن اليوم يعني بالتحديث الجديد رأينا أغلب هذه المدارس تم قفلها اليوم. فسنتحدث عن هذه المدارس الأجنبية، عن عددها في بنغازي تحديدا، أيضا عن الدور اللي تلعبه، ثاني شيء عن ما تقدم هذه المدارس، وخاصة ونحن نرى بأن أبنائنا الليبيين يدرسون في هذه المدارس بعيدا عن هذه الجاليات اللي محتاجة أنها تكون هذه المدارس لأبنائها وتتلقى فيها الخدمة أو العملية التعليمية حسب مناهجهم الموجودة في بلدانهم. معي السيد صلاح محمد علي، نتعرف معه حول هذا القسم الحساس جدا في التعليم وهو تعليم التعليم الأجنبي ومدارس الجاليات. مرحبا بك. طبعا القسم اللي نتكلم في البداية للقسم التعليم الأجنبي. التعليم الأجنبي قلنا دي فكرة جديدة استحدثت أخيرا، اللي هي استجلاب المدارس المناهج الخارجية لتدريسها بالداخل. فمن خلال متابعتنا للمدارس الأجنبية وجدنا في خلال الحكومة المؤقتة تقريبا مدرسة واحدة إلى الآن، وجاري العمل عليه استحداث مدارس أخرى، ونحن نحدد أقوى مدراء المدارس أن يحاولوا بقدر المستطاع أن ينشئوا مدارس للتعليم الأجنبي. لنا فكرة جيدة وتعمل على تطوير العملية التعليمية. وفيما يخص مدارس الجاليات، نحن تابعنا المدارس الجاليات اللي موجودة في جل هذه المدارس موجودة في مدينة بنغازي، تقريبا من 7 أو 9 مدارس بين الهندية والباكستانية والفلبينية والأوروبية. وجدنا هذه المدارس تدرس طلاب ليبيين بالمخالفة للوائح والقوانين والآليات المعمول بها داخل ليبيا. وكانت هذه العملية من أكثر من سنة، يعني ممكن من بداية إنشائها وما يقوموا بهذه الإجراء. فجينا نحن قلنا
مدارس لا يجب الطلاب الليبيين يرجعوا تدريسهم للمناهج الليبية. ودرنا إجراءاتنا وحاولنا بقدر المستطاع عن طريق الوزارة بإصدار قرارات وبث القرارات استثنائية بحيث يتم معادلة هذه الشهادات لأنها مخالفة للقانون، معادلة شهاداتهم بحيث أن يتم تدريسهم في المناهج الليبية. نحن ما قفلناش مدارس خارجيه الجاليات، مدارس الجاليات من اختصاص وزاره الخارجيه هي اللي تصدر لها اذن مزاوله. نحن منعنا طلابنا الليبيين من دراسه بهذه الجاليات لا اكثر. الجاليات مستمره وتدرس جالياتها وهي حره في الاجراء، نحن مهمتنا متابعتها من ناحيه فنيه لا اكثر. طبعا معنا استاذه سميره بودجاجه وهي مسؤوله وحده التعليم الاساسي بالتعليم الخاص او التعليم الحر. مرحبا بك استاذه سميره. اهلا وسهلا بك. طبعا وحدة التعليم الأساسي والثانوي حتكون مهتمة بالشقين اللي هو شق الأول هو الشق التقييمي والشق التطويري. الشق التقييمي طبعا نحن قدمنا مقترح لوزارة التعليم بحيث أن نحن نستحدث قسم خاص بالتفتيش التربوي لأصلا المعلم مهضومة حقوقه من ناحية أن عدم وجود تقارير فنية وأيضا عدم الاهتمام بالمعلم بحرمانه من دورات رفع الكفاءة سواء الدورات التربوية أو الدورات الأخرى الخاصة المنهجية. بالإضافة إلى في شيء آخر هو موجود في التعليم العام هو تغيير مسار. هنا أغلب المعلمين اللي موجودين في القطاع التعليم الخاص مؤهلاتهم لا تتناسب مع فلذلك يمكن مع التخصصات الموجودة هم يدرسوا فيه، فلذلك يجب أن يكون هناك شيء. مرات المعلم عنده خبرة وقدرة وكفاءة ولكن من خلال تقييم المعلم يتم تغيير مساره عن طريق محتاج إلى بعض الدورات فقط لرفع الكفاءة. متواصلين ما زلنا في ندوتنا الحواريه وصلنا الى نقطه ايضا او محطه مهمه جدا وهي وحده رياض الاطفال. نحن نعرف بان يعني كل ما ينقش في عقول الاطفال منذ البدايه هو ما سيبقى معهم لمراحل حياتهم، وخاصه رياض الاطفال اليوم وما نرى فيه من صوره نمطيه اليوم تحدث عنها في وحده التعليم الخاص. مرحبا بك استاذه عزيزه الطبولي وهي رئيس وحده رياض الاطفال. مرحبا بك. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. طبعا وحدة رياض الأطفال هي تتبنى مشروع تأسيسي لمرحلة تأسيسية لمرحلة هي جدا لها خصوصيتها مش عادية. عارفين أن مرحلة الطفولة المبكرة هذه لها الكثير وعليها الكثير، لكن ما هو موجود حاليا نجد فيه الكثير من العطب او من التقصير من المؤسسات الخاصه بهذه المرحله بالذات. طبعا بناء على توجيهات مدير ادارتنا الدكتور بالعيد الورفلي على اساس ان كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعه لهذه الوحده يجب ان تكون تفعيليه تطبيقيه لاحداث نوع من التغيير داخل هذه المؤسسات. وضعنا خطه استراتيجيه قد يكون التغيير نلمسه بعد مدى. طبعا هذه الخطة الاستراتيجية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة التقييمية، وأعتقد أن نحن خلال الشهور المنصرمة مع الخبرة التراكمية في الموضوع هذا تقريبا الصورة العامة لوضع الرياض داخل المدينة تقريبا واضح للجميع. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إدخال الجانب التدريبي، وأنتم عارفين جميعا أن الجانب التدريبي مهم جدا لإحداث هذا التغيير فيما يخص مدراء الرياض والعاملين داخل الرياض بالكادر الوظيفي التام والكامل. ضروري أن هو يعي ما هي خصوصية هذه المرحلة. طبعا من خلال العمل في الوحدة نحن جهزنا معايير، هذه المعايير نقدر نقول أنها كراسة عمل توصيفية من الجانب الفني والتربوي للعمل داخل الرياض بما فيها الهيكل الوظيفي اللي نحن نجده. طبعا نحن من خلال زياراتنا لبعض الرياض خاصة الرياض اللي لها سمعة كويسة في الشغل وجدنا أن الشق فيما يخص المعايير المادية جيدة، المعايير التربوية كويسة، لكن فيه جانب جدا وأعتقد الجميع يوافقني فيه اللي هي برنامج المناهج داخل الرياض.
المناهج داخل الرياض طبعا وفقا للخطة اللي نحن وضعينها عن طريق الشراكات وفتح باب التعاون بيننا وبين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة، اللي نحن نبغى ندخله أي جهة تقدر تساعد وتمد في وضع أقل ما فيها حتى مناهج تسهيلية للرياض، لأن أكثر مدراء الرياض يشتكوا من هذا الموضوع. الشق اللغة الإنجليزية لأنها مستورد أعتقد أنها هو جانب جيد، ولكن الشق اللغة العربية والمواد الأساسية الأخرى فيما يخص المرحلة هذه اللي احنا عارفين أنها خصوصية حتى في طريقة تدريسها وتعليمها فيها الكثير ومطلوب منا نحن نشتغل فيها بشكل كبير. فيه شق مهم جدا من خلال وضع هذه الخطة اللي هي الخطة التدريبية لرفع من الكفاءة للعاملين في هذه المؤسسات، اللي هو إدخال بعض المفاهيم التربوية الموجودة الآن في العالم، اللي هو إشراك أولياء الأمور داخل العملية التربوية، وحاليا نحن بصدد تطبيق هذا الموضوع بعد موافقة الدكتور، اللي هو إدخال فيما يسمى سكول كونكت، اللي هو إدخال المنصة الإلكترونية داخل بعض المدارس، حتكون تجريبية في بعض المدارس عن طريق شركة، يعني حتى المبلغ يعني زهيد بالنسبة لأولياء الأمور. ليش نضمنوا عملية ربط أولياء الأمور ومتابعتهم لأطفالهم داخل مؤسساتنا سواء رياض الأطفال أو غير رياض الأطفال؟ المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التقييم أو مراقبة الجودة داخل الرياض. طبعا الجميع أكد على جزئية التفتيش التربوي وما له من أهمية، لكن أنا نحب نأكد أن هذا الشق بالذات فيما يخص رياض الأطفال، حتى في بالنسبة لمكتب التفتيش ما فيش قسم أصلا خاص بتفتيش مرحلة رياض الأطفال. حاليا نعمل مع إدارتنا لإدخال هذا المفهوم الجديد وتبنيه ليش نقدروا نقدموا خدمة للسادة مدراء هذه المؤسسات. كلية التربية لديها قسم خاص وهو قسم رياض الأطفال، لكن نلاحظ أغلب المتواجدين داخل رياض الأطفال غير ذو تخصص. الشق هذا طبعا نوهت عليه فيما يخص الشراكة بين الجهات العامة والخاصة، سواء كانت كلية التربية، الجامعات. احنا عندنا كلية التربية بالفعل تخرج في عدد لا بأس به من المختصين في تدريس رياض الأطفال في حد ذاتها. عندنا كلية الأداب بتخرج في علم النفس، وكذلك معاهد الخدمة الاجتماعية. هؤلاء كلهم الهم يعني تقدر تقولوا جانب الشق الأكاديمي فيما يخص تقديم خدمة تربوية علمية لهذه الشريحة. طبعا نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى بعد مرحلة وجيزة وبعد اللقاءات مع مدراء رياض الأطفال أن نحن نمد هؤلاء، لأن كل أعتقد يعني كل ما قابلتهم من مدراء رياض يتمنوا أنهم هم يحدثوا تغيير داخل رياضهم ويمدوا الشريحة هذه بالخدمة التربوية اللي لها مصاف جيد، وبالتالي يحدث التغيير اللي نحن نتمناه. إذن مشاهدينا الكرام، يعني شاهدنا وتحاورنا مع عدد كبير جدا من رؤساء الوحدات، أيضا رؤساء الأقسام، تحدثنا مع إدارة مكتب تعليم الحر بنغازي، والكثير مازال في شعبتنا. ربما هذا جزء أول سيكون عن هذه الندوة أو عن هذه الجلسة الحوارية الخاصة بمحاولة تطوير أداء كل قطاع التعليم الحر أو التعليم الخاص. سيكون لنا جزء آخر نتحاور فيه في موضوع مهم جدا، وهو موضوع اللجنة 54 اللي قيمت المدارس ومستوياتها. أيضا حوارية حتكون لنا مع مدراء المدارس لنعرف ماذا لديهم من هموم ومشاكل يريدون طرحها على كل مشاهدينا الكرام، وأيضا على ربما رؤساء الوحدات ورؤساء الأقسام. التعليم هو يعني الأساس في كل الدول، لو نجح التعليم نجحت الدولة. 262 مدرسة هذين فيهن جانب فني كبير غايب، وفيهن حتى مرات تلقي مثلا المبنى كويس، تلقي فيه حاجات، لكن لما جيت تشوف الجانب التربوي، لما تشوف القاعدة الإدارية للمدرسة هذه ما نلقاش فيه. ما ننكرش أن عندنا بعض السلبيات، ما ننكرش أن عندنا بعض المدارس اللي ممكن نكون رسومها عالية، لكن في المقابل نحن نقدم في خدمة وخدمة مميزة جدا. عندما يكون هناك عقود خاصة بضبط المعلمين، وعقود خاصة بتعاقد مع الطلاب، عقود خاصة بتعاقد مع الموظفين داخل المؤسسة التعليمية، هذه تجنب الكثير من المشاكل.
هذا البرنامج برعاية يسلم هالوطن وعشاقه شعب وجيش.
عجيش كم عجيش كم عجيش كم روح وحدة في حب الوطن متحدة. ما عجيش كم عجيش